ما هو المشروع في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل الذي يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ويتوجه إلى القبر ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نقول إنه اتخذ القبر وثنا؟ المشروع زيارة المسجد النبوي، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا عن 1000 صلاة فيما سواه. فتكون النية زيارة المسجد، تصلي فيه تحصل على هذا الأجر، ثم تزور قبره صلى الله عليه وسلم تبعا لزيارة المسجد. والمشروع أنك تقف أمام وجهه صلى الله عليه وسلم وتقول: السلام عليك يا رسول الله، رحمة الله وبركاته. وإذا زدت على ذلك وقلت: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله خير ما يجزي نبيا عن أمته، فلا بأس بذلك. أما أنه يدعو الرسول ويطلب منه، هذا شرك أكبر. إذا طلب من الرسول الحوائج أو المغفرة أو اعتذر إليه من الذنوب أو غير ذلك، الاستغفار لله عز وجل والدعاء لله. الرسول إنما هو رسول عليه الصلاة والسلام، بلغك الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام، وليس له من العبادة شيء. العبادة لله عز وجل، الدعاء والاستغفار والتوبة، هذا كله من الله جل وعلا. الرسول تسلم عليه فقط، تسلم عليه فقط، هذا هو السلام المشروع. نعم.